السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا أعزائي مشتركين قناة عرب هاكس. واليوم إن شاء الله هنتكلم عن مشروع طاقة شمسية صغير ممكن اعتباره كباور بانك، وهو نموذج مصغر للطاقة الشمسية. في البداية هنتعرف على مخطط المشروع، وأساس المشروع هو لوح الطاقة الشمسية، وهنعرف مواصفاته فيما بعد. كل قطعة وشاحن بطاريات 3.7 فولت ليثيوم ايون. هناخد الطرف السالب من لوح الطاقة الشمسية إلى الطرف السالب للتشارجر، والطرف الموجب إلى الطرف الموجب للتشارجر، ومن خلال خارج باتري تشارجر هنوصل الطرف السالب إلى زوج البطاريات المتصلين على التوازي، سالب مع السالب والموجب مع الموجب في البطاريتين مع بعض. أما الخارج هيكون دايرة كهربية بتخرج 5 فولت كونفرتر دي سي دي سي بوست كونفرتر، بترفع الجهد من 3.7 فولت بتاعت البطاريات وتخرج لي 5 فولت ثابت لشحن الموبايل أو لتشغيل إضاءة أو لتشغيل الأجهزة اللي بتعمل يو اس بي. أما خارج الدايرة فممكن أستخدمه في إضاءة عبارة عن شريط للدات، استخدم كمصباح ليلي يضيء لك، ممكن استخدمه كوصلة موبايل واشحن بيه الموبايل. لو في عندك مروحة بتعمل على 5 فولت ممكن توصلها ايضا على 5 فولت. تجميع المشروع ده وتكوينه هنشوفه مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة، هيا بنا نبدأ. بسم الله، تعالوا نشوف مكونات المشروع مع بعض. زي ما احنا شايفين هنا لوح الطاقة الشمسية، ولوح الطاقة الشمسية ده 6 فولت 4.5 وات 520 ملي أمبير مونوكريستالين، سعره $8.69 اتسوقته من موقع بانجود. هنحتاج زوج بطاريات ليثيوم ايون، ودي الدائرة الكهربية اللي هتقوم بشحن زوج البطاريات من ألواح الطاقة الشمسية. دي دائرة كونفرتر بياخد من البطاريات وتعطينا 5 فولت ثابت او لتشغيل اضاءة على شكل شريط من الليدات. علبة الكهرباء دي المتوفرة عندي اللي ممكن اضع فيها مكونات المشروع. زوج البطاريات هيكون مكانه هنا، هنخلي الكونفرتر هنا، وهنخلي التشارجر هنا، وهناخد زوج بنات بالشكل ده، واحد احمر للطرف الموجب وواحد اسود للطرف السالب. هنثبت الجزء ده هنا، وهنثبت الجزء ده هنا، وهنوصل البنتين دول مع اسلاك لوح الطاقة الشمسية، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، بحيث يتم الشحن بنك البطاريات من هنا. تعالوا مع بعض نتابع خطوات العمل ونشوف ازاي هننفذ المشروع. هعمل ثقب هنا لزوج البنات، ده هيبقى دخل الباور بتاعي. يلا نتابع مع بعض. هنا ده مكان الليدات اللي بتدل على ان البطاريات بتشحن او اكتمل شحنها. في ليد احمر
أثناء عملية الشحن بيضيء عند اكتمال الشحن بيضيء الليد الأزرق. هنعمل ثقب هنا في العلبة عشان نعرف إذا كانت البطاريات بتشحن أو اكتمل شحنها. فهنضع الشارجر بورد هنا، وهنعمل ثقب هنا قصاد بالظبط الليدات اللي هتدلنا على اكتمال الشحن. هنختار بنط رفيعة. Thank you.